منذ 6 سنوات وحتى اليوم لا تزال عشيرة الشيطات في دير الزور تعاني من مخلفات مجازر تنظيم داعش الذي أوغل في دير الزور عموما وفي العشيرة بشكل خاص. ما تزال رائحة الموت تنتشر في ريف دير الزور الشرقي الذي عاش كابوسا من الحروب والمواجهات الدامية. بدأت منذ أن شن نظام الأسد الحرب على المدن والبلدات الثائرة مروراً بسيطرة تنظيم داعش على الشرق السوري وتنفيذه مذابح بحق أبناء المحافظات الثلاث وانتهاءً بالعمليات العسكرية التي شنها التحالف الدولي على التنظيم. اليوم يكشف مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مقبرة جماعية في منطقة الجمة في بادية الشعيطات، تلك العشيرة التي نفذ التنظيم بحقها عشرات المذابح عندما كان مسيطرا عليها، لتشارك شبكة دير الزور 24 أهالي المنطقة المنكوبة حزن أهلها وتنقل مأساتهم المستمرة لسنوات طويلة. بعد انتشار مقطع فيديو للمجزرة اللي حصلت عام 2014 على منصات التواصل الاجتماعي، تم التعرف على الجثث اللي موجودة هنا بجمة واللي مدفونة الآن وقاعدين ننبش بقبور مأساتنا مشان ننقلهم من المنطقة هاي إلى منطقة أبو حمام. طبعا تم التعرف على الجثث هاي من قبل أهاليها. طبعا الجثث هي عبارة عن 26 جثة، والناس اللي موجودة هنا طبعا أغلبها أهالي من أهالي الشهداء اللي موجودين، اللي راح له واحد واللي راح له اثنين طبعا، وهسه ترى جاد العالم هنا تشيل بجثثهم عشان يرجعوا يدمونهم هناك بغريتهم. 26 رفاة ضمتهم المقبرة كانوا في عداد المفقودين لمدة تزيد عن 6 سنوات، أو ربما عرف أهلهم دون أن يصدقوا أن التنظيم قد قتلهم ليستمر البحث عنهم حتى كانت الفاجعة الثانية. هكذا يموت المرء أكثر من مرة ويشيع ويدفن أكثر من مرة ويبكيه أهله مرات ومرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من أهالي أشعيطات، قلت أشعيطات. طبعا إحنا اليوم هنا عندنا رفات جثث مقتولين من 2014، وإلى اليوم تعرفنا مكانهم وجايين نشيلهم. طبعا عبارة عن 26 جثة، نشيلهم هستين ونحطهم بمقبرة القارية. بهذه الوجوه المكلومة يظهر ذوي القتلى مستذكرين كل ما تسبب به تنظيم داعش من مآس لأبناء دير الزور من اعتقال وخطف ومجازر. فإلى متى يبقى أهالي دير الزور يبحثون عن أبنائهم بين أكوام التراب؟ وكم من مفقود ذبلت عيون أهله من حسرة الانتظار، عيون تلخص معاناة مستمرة لسنوات عديدة وقد تبقى متوارثة بين الأجيال، شاهدة على عصر الرعب الدامي الذي عاشته منطقة كل ذنوبها هي العيش بكرامة. اليتامى